قالت مراسلة المملكة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد مسقط رأس منفذ عملية إطلاق النار قرب تل أبيب. الشرطة الإسرائيلية قالت إن تحقيقا أوليا أظهر أن إطلاق النار نفذ في شارعين وسط مدينة بني براك، وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أخرى أن المنفذ هو ضياء حمارشي ويبلغ من العمر 27 عاما وينتمي لبلدة يعبد في جنين. وقد أمر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بتعزيز قواته في الضفة الغربية، كما أمر أيضا بتعزيز قواته قرب الحدود مع قطاع غزة. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة إثر محاولة تنفيذ عملية طعن لمستوطن في المنطقة. انتشر عدد كبير من قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة عقب عملية نفذها شاب في منطقة بني براك بالقدس المحتلة أدت إلى مقتل 5 إسرائيليين. كما صعد المستوطنون من انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية في عملية انتقامية شملت اقتحام بيوت وقطع أشجار واعتداءات على مركبات لفلسطينيين. تنضم إلينا من رام الله مراسلة المملكة نهاد حجازي. نهاد مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا، ما هي آخر التطورات على الأرض نهاد؟ نعم محمد، يعني آخر التطورات على الأرض هي ما أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قيود جديدة سيتم اتخاذها في الفترة القادمة، وطبعا كان من ضمنها إرسال 14 كتيبة 14 كتيبة من الجيش لمناطق الضفة الغربية وأيضا قطاع غزة، بالإضافة إلى القيود التي تحدث عنها الاحتلال بأنها ستكون في شهر رمضان المبارك. ومن ضمن هذه القيود هي أنه لن يسمح لمن هم دون 60 عاما من الرجال بدخول المسجد الأقصى المبارك من حملة الهوية الفلسطينية، بالإضافة إلى تفتيش كل من سيحاول الدخول أيضا لأداء الصلاة خوفا من أن يكون قد يحمل سلاحا. وستكون هنالك أيضا تشديدات بين المدن الفلسطينية من خلال تفتيش السيارات، وأيضا قد تكون تفتيش المارة أحيانا إذا كان هنالك أي اشتباه بأي شخص. بالإضافة إلى ذلك هنالك أوامر لإطلاق النار على كل شخص يشتبه بأنه يشكل خطرا على إسرائيليين أو حتى على قوات الاحتلال الإسرائيلي. نعم نهاد، يعني هذا بالنسبة للقدس المحتلة، ماذا عن الأوضاع حاليا في الداخل الفلسطيني؟ نعم علي، يعني بالنسبة للأوضاع في أراضي 48 هي أكثر من أنها تشديدات أمنية، هنالك تدقيق في الوضع بشكل عام، هنالك تخوف كبير من قبل الاحتلال بتكرار العمليات التي حدثت خلال الأيام الماضية، خاصة أن عملية أمس كان منفذها شاب فلسطيني من الضفة الغربية تمكن من الدخول لأراضي 48 وتنفيذ عمليته، وقبله كان المنفذون من ذات المناطق أراضي 48. يعني هنالك تنويه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل الحكومة بأن القادم سيكون فيه تجديدات أيضا داخل أراضي 48، لكن بالمقابل هنالك اعتراف من قبل الإسرائيليين بأن حكومة الاحتلال ومنظومة الأمن الإسرائيلية فشلت في الحفاظ على أمن الإسرائيليين. وهنا نتحدث عن يعني مناطق حساسة خاصة بسبب الاختلاط بين فلسطيني 48 والإسرائيليين، هذا هو ما يخيف الاحتلال بأنه يعني التواجد الجهتين بالقرب من بعضهما البعض قد يكون
يكون يعني يشكل صعوبة للاحتلال من كشف أي مستور أو من كشف أي عمليات قادمة. لهذا قام المستوطنون أيضا بإطلاق مطالبات وتهديدات بأن ينتقم الإسرائيليون والمستوطنون من كل فلسطيني يتواجد في سواء كان يعني في أراضي 48 أو أي مناطق أخرى قريبة من المستوطنات، وطالبوا بقتلهم سواء كانوا يعملون لدى الاحتلال الإسرائيلي أو حتى يدرسون في مدارسهم أو جامعاتهم. نعم نهاد، يعني كما تعلمين ويعلم الجميع كان هناك لقاء بين جلالة الملك والرئيس الإسرائيلي. نظرا لما يحدث على الأرض حاليا في الضفة الغربية أو في أراضي 48، ما هي ردود الفعل الفلسطينية والإسرائيلية على هذه الزيارة، وما هي التوقعات من هذا اللقاء؟ نعم، يعني لم نسمع تصريحات واضحة أو ردود فعل واضحة حول هذا اللقاء علي، لكن المتوقع منه أن يكون يعني هنالك تهدئة خاصة من قبل الإسرائيليين خلال شهر رمضان المبارك، وضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي لمنع مزيد من الانتهاكات، وخاصة خلال يعني الأعياد اليهودية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك. هنالك محاولة ل يعني توجيه البوصلة للهدوء أكثر من أن يكون تصعيد، ولهذا على ما يبدو أصلا قررت إسرائيل يعني إرسال الرئيس الإسرائيلي للأردن في محاولة لضبط الوضع، وبسبب التخوفات الكبيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من العمليات التي هزت الداخل الإسرائيلي. من رام الله مراسلة المملكة نهاد حجازي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا من الجليل محلل استراتيجيات سياسية وأمنية في شؤون الشرق الأوسط الدكتور رافع أبو طريف. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، هذه الإجراءات الإسرائيلية وزيادة الوحدات في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، ما الذي تشير إليه؟ يعني القضية هي الشحنات والعمليات العسكرية والعمليات التي كانت في الشارع الإسرائيلي في الآونة الأخيرة. الثلاث عمليات بالذات، العمليتان الأولى والثانية كانت من مبدأ آخر، ليس مربوط في القضية الفلسطينية بالذات، وإنما هي خلفية داعشية، ولكن الأكثر كان تخوف الإسرائيلي الآن هو أن العملية الأخيرة كانت جاءت من الضفة الغربية، وهذا الشيء الذي أثر على المفهوم الأمني الإسرائيلي والاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، من أن يكون هناك نوع من فعل عمليات أيضا إسرائيلية ليس بالذات عمليات فلسطينية من الداخل الفلسطيني، وهذا الشيء سيأتي بحساسية عالية جدا، وبالذات نحن في داخلين على شهر الفضيل، شهر رمضان الفضيل، وهذا الشيء التخوف الإسرائيلي من هناك نوع من خروج عن السيطرة، خروج عن السيطرة في مناطق المناطق بين الضفة الغربية والحدود الإسرائيلية، فهذا الشيء المركزي. ومن ناحية ثانية هناك تخوف إسرائيلي، دعنا نكون صريحين، هناك كان ثلاث عمليات خلال أسبوعين، الشارع الإسرائيلي يعيش الآن في توتر أمني، وهناك عدم ثقة من الشعب الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية، وبالذات في أن يتهمون بالتقصير للوصول إلى نوع من الأمان، أمان للمواطن الإسرائيلي، وهذا الشيء حتى يزيد الأمان في الشارع الإسرائيلي. ودعنا لا ننسى أن هناك شهر الفضيل، شهر رمضان، وأيضا هناك أيضا بعد أسبوع ونصف سيكون عيد عند الشعب اليهودي. كل هذه الأشياء باتت عوامل مركزية لارتفاع تأهب الأمن الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي، وبالذات تقوية أو إدخال وحدات عسكرية، وممكن هناك ردود فعل فلسطينية، يمكن أن تكون هناك عملية عسكرية بعد ما قام في منطقة يعبد، يمكن أن يكون هناك نوع من عملية عسكرية التي ممكن أن تؤدي إلى الانفلات والخروج عن السيطرة. يعني إسرائيل تقرر عملية عسكرية ولكن في مفاهيمها دخلت، ولكن ممكن هذا الشيء يأتي إلى إصابات وضحايا في الشارع الفلسطيني، وهذا الشيء سيؤثر تأثيرا سلبيا على شمولية القضية
وهذا الشيء ممكن أن يثير الشارع الفلسطيني، وهذا هو التخوف الكبير من الناحية الأمنية الإسرائيلية. نعم دكتور، لو تحدثنا عن هذه الوحدات عسكريا، هل نتحدث عن عدد كبير من الآليات من جنود الاحتلال في هذه المناطق لمحاولة منع تكرار عمليات الدخول إلى أراضي 48؟ هنا الدخول العسكري ممكن أن ننظر إليه بمنظارين. المنظر أن التخطيط الأولي هو إدخال وحدات هي مشاة، أكثر مشاة، مثلا كانت قناصة مثلا مثل تطرقتم في تقريركم، وممكن أن يكون هناك قوات مشاة حربية بسيطة. ولكن هنا ليس الشيء يقف على فقط على وحدات تكتيكية، ما يسمى بالمفهوم العسكري الاستراتيجي، قوات تكتيكية التي هي قوة تدخل سريع ما يقال. ولكن هنا أيضا المنظوم والمفهوم الاستراتيجي الأمني الإسرائيلي ليس ينظر بالتكتيكي فقط، وإنما في المفهوم البعيد المدى، وهناك إدخال وتأهب وحدات عسكرية مدرعة مثل الدبابات الإسرائيلية، وحدات المدرعة، وقوات أخرى تقليدية التي هي بمفاهيمها تتفاعل في نوع من هذه العمليات العسكرية. كل هذه القوات هي في مكان التأهب، لأن إسرائيل تنظر بعيدة المدى وليس تنظر إلى نقطة عملية في نقطة معينة محددة، إنما لها رؤية بعيدة المدى أكثر وواسعة وشمولية أكثر، ممكن تداعياتها تأتي بعملية عسكرية شاملة. وهذا هو المنظار والمفهوم الإسرائيلي والتكتيك الإسرائيلي والتأهب الذي تقوم به دولة إسرائيل الآن في منظومها، في مفهومها العسكري والأمني. هذا من وجهة النظر الإسرائيلية، وكيف يحاول الاحتلال السيطرة على ما هو آت وما هو متوقع. بنفس المنظور، كيف يمكن أن ينظر الفلسطينيون إلى هذا الأمر؟ الفلسطينيون أظن أنهن يكونون في ضائقة، هذه ضائقة كبيرة جدا. نحن ننظر الآن يعني في هذه العملية الآن، من تضرر؟ أكثر شيء تضرر هو المواطن الفلسطيني، المواطن الفلسطيني الذي يأتي للعيش ويريد أن يقوم بعمله لكي يأكل ويقوم بتربية أولاده. هذا الشيء من منطلق الاقتصادي سيؤثر تأثير سلبي على الاقتصاد في الشارع الفلسطيني، ونحن في دخولنا إلى شهر ابن الفضيل، شهر رمضان، هناك متطلبات كبيرة جدا للبيت الفلسطيني، هذا بداية. وأكثر من هذا التحرك، يعني من هناك سيكون شحنات أيضا في المفهوم الفلسطيني. هل السلطة الفلسطينية ستقبل إن كانت هناك عملية عسكرية؟ وكيف ستقبل هذا الشارع الفلسطيني؟ الجمهور الفلسطيني كيف يتقبل؟ حتى لو السيادة الفلسطينية تقبلت هذا الشيء، ممكن هذا الشيء يؤثر على الشارع الفلسطيني تأثيرا أمنيا بمفهومه السلبي، وتكون هناك انتفاضة أو نوع من انفلات أمني وتخرج عن السيطرة. وهذا هو التخوف الكبير. وإذا رأينا ونظرنا إلى السلطة الفلسطينية، نظن أن السلطة الفلسطينية أيضا تنظر بهذا السيناريو، وهي لا تريد هذا التصعيد. ولأجل هذا الشيء أظن أن ملزمة أن تقوم بنوع من تنسيق أمني تمنع من إسرائيل الدخول إلى المناطق الفلسطينية، لكي هي تمسك بزمام الأمور. وعندما هي تمسك بزمام الأمور، ممكن هذا الشيء لا يأتي بانفلات ولا يأتي بعملية عسكرية واسعة وشمولية التي تؤثر تأثيرا سلبيا على الشارع الفلسطيني، على المواطن الفلسطيني. ونحن في شهر كريم وشهر الذي هناك الناس يجب أن تكون في بيوتها وتقوم بطقوسها الدينية وتقوم بكل ما عليه في فعالياتها الأساسية والمجبرة. هنا نقطة حساسة جدا، أظن أن على الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أن يقوموا بمسؤولية كبيرة جدا لمنع أي فعالية عسكرية أو أي تشحنات متزايدة أكثر مما كان عليه. الدكتور رافع أبو طريف، محلل الاستراتيجيات السياسية والأمنية في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من الجليل، شكرا جزيلا لك.